انا ملبب ملبب. شنو ملبب؟ اي مستلصق الزام في البهجي. يا سلام يا سلام يا سلام، عندي ايه حلو الكلام. يا سلام يا سلام، سنتكلم اليوم عن السلام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله، سيدي وجدي رسول الله، وعلى آله الطيب الطاهرين. هذه تسمى التجشؤة. ومن ما تجي تأتي التجشؤة؟ عندما يزداد الباطل على أهل الدين وعلى أولياء البيت تأتي التجشؤة. التجشؤة وهي من أعمال إبليس، هذه لا تخرج إلا من إبليس. أقول المفروض أنكم في منازلكم، عندما تكونوا في منازلكم آمنين مستأمنين، أنكم تريدون السلام. والسلام ما هو السلام مع أولياء الله ومع آل البيت؟ هو الاستسلام التام تام تام. مثلا أنك مثلا نضرب لكم مثل، رغم أننا لا شأن لنا ولا دخل لنا باليمن، السلام هو أن تسلم مأرب إلى أنصار الله، وتسلم الجنوب إلى أنصار الله، والبر والبحر إلى أنصار الله، ثم توقف العدوان. طبعا في البداية أي الطيران اللي بيخلينا إحنا وإحنا في إيران نهتز ونردق، ما بالك بإخواننا الذي في اليمن. ولكن الحمد لله الآن يطالبوننا بالسلام، والسلام إن شاء الله أن نكون في هذه الآونة الأخيرة سنكون مستسلمين آمنين مسلمين. ومعنا اتصال. الحمام الحمام وجع يبس. ها ألو. الحمد لله فرج الله. الله لا وفقك يا مخرج. ألم أيوة، هذا البسباس يعطي الألم. نعم أنا أقول أتكلم عن السلام. السلام سلام ولا ألم؟ ألم الله ينتقم منك يا مخرج. غلق في وجه هذا الرجل. شيء لك على العموم، نحن نتكلم عن السلام، وهذا على المريض. لا أدري هل هو مريض أم معاق فكريا، أم أنه لا يستطيع الكلام كما جاء في كتبنا. من قال وهو لا يعلم فقد دخل الجنة. يعجبني البكاء، عندما في البكاء العالم كله يستجيب معك، بس لا هو يحتاج، انت تحتاج دعم ولا تشوف ولا مخلوق. معنا اتصال. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك. من اول تشرح لنا السلام. السلام ما فهمنا شيء، ايش هو السلام؟ السلام يا هو استسلام، الاستسلام لله ولرسوله ولآل البيت بدون شرط أو قيد. يجب أن تستسلم وتسلم كل مالك وهالك وسالك لآل البيت، هذا هو السلام المطلوب. أما سلام آخر لن نقبل سلاما إلا بالاستسلام. ومعنا اتصال. هلا. يا مخرج لا يجوز. هذا ليس اتصال. عليكم ورحمة الله يا نواصب يا عيال. شلقلك والله، عشنا وشفنا ان التلفونات قد في ايدي القطط. هناك من يقول ان معنا اتصال.
الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال. نعم. هل يجوز ان نضع يدنا في يد الكفار واليهود والنصارى؟ يجوز ان نضع ايدينا في ايدي اليهود والنصارى، نعم، ولكن الكفار لا. طيب كيف يعني في اليهود والنصارى والكفار لا؟ الكفار لا تضع يدك في ايدهم، ولكن اليهود والنصارى عادي، لانهم الكفار. اتعلم من هم الكفار؟ انت يمني صح؟ انت يمني يا لغيه، جاوب. انا يمني يمني، بس انا مستغرب. خلاص، انا مصدوم من جوابك. الكفار اليهود والنصارى هم كفار اساسا؟ لا، الكفار هم اهل مارب. أوه. والكفار هم الشرعيه يا اما اليهود والنصارى هم مساكين الله، هم يهود ونصارى، لا عليهم لا في الطلعه ولا في النزله. وكما قال المثل، يا حجر جري 15، هذا بالمثل حقكم الان. ونواصل الاتصال. الو، معنا اتصال. الو، مرحبا. الو، السلام عليكم. كيفك يا بي؟ شو اخبارك؟ حياكم الله. السلام عليكم. كيف صحتك؟ طمني عنك. من معك؟ جورج من لبنان. اهلنا جورج، انت اخي وانا اخوك، ونحن في لبنان كلنا اخوه. كلنا اخوان. كلنا اخوه، نعم. بس بدي ولكن اسالك، يعني بدي اسالك يعني سؤال بس ولكن بسيط، يعني منه بيج ديل كثير يعني. نعم. هلا هو شو السلام بنظرك انت؟ يعني عم تحكي عن السلام والسلام والسلام بالنسبه لك يا اخي جورج، لازم نعمل هيك شو السلام؟ شو هو؟ شو هو؟ بتعرف شو هو؟ إن أنا أعرف السؤال على السلام. بالنسبة لك يا أخي جورج وأخي ديفيد، السلام معكم معروف أنه السلام، أن إحنا كل واحد يأخذ يعني حقه وكل واحد يحترم الثاني. لكن أنا لا أتكلم عن السلام بشكل عام بين النصارى واليهود، ولكن أنا أتكلم مع كفار اليمن، مارب والشرعية، وأقول السلام هو الاستسلام، وأقول للسعودية وغيرها لا سلام ولا استسلام. اليمن معروف السلام، أنا أقول لكم السلام نظر، سلام تحية، سلام سلام يا أحباب، يا أهل، يا أصحاب، هذا هو السلام. طب شو خصهم هنن بالسلام هذول؟ من؟ ما سمعت قول الشاعر عندما قال سلم على أحبابك وأهلك وأصحابك؟ من هذا؟ يعني على الحوثي وأصحابه. ولكن السلام الذي تسألني عنه هو الاستسلام، لا يجوز أن يكون هناك سلام بدون استسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم تقول سلم على حبابك.